اكسيون. السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ بلاتي خصني نقول السلام البنات والسلام لكاع المتتبعين، حيت واحد الدري واحد النهار قال لي انت النوم طالتي مصدعانه السلام البنات، ايوا الدراري اللي متبعينك شنو نخرجوا من عندك؟ قلت لي لا حنيني، جلس المره الجايه نقول السلام البنات، السلام الدراري، السلام كاع المتتبعين ديالي، كل شيء السلام عليكم. المهم صراحه اليوم هذا الفيديو ما كنتش غنديره، والله ما كنت غندير شي فيديو اليوم حتى اخر لحظه، وانا نقول لحمد غيتوحشوني وغنتوحشهم بغيت ندير فيديو. المهم هذا واحد اللي كان وصلنا اليوم الصباح من فرنسا، خو احمد عاد وصلاتو اليوم الصباح. المهم ما غنقول لكم شنو وصلو، حيت هو باغي يفرتت بيدي يقل ليك. احمد كتقول له بقاش تسالي الفيديو ياه؟ لا ما نساليش، واش بقاش لي نسالي؟ اطلقينا وخليني بلاتي. هاتفرتتها شكون هادي؟ اليوم غادي حاولت غادي نجاوب بزاف على الاسئله اللي الناس حاليا كيدوروا في لي كومونتير، نجاوب عليهم، ولكن من بعد ما يحل هذا الشيء احمد، حيت متشوق انا الصراحه، متشوقه معاك. يلا البنات نمشيو مع احمد يحل هذا الشيء، ومن بعد غادي نجاوب على الاسئله ديالكم. يلا سي احمد اتقعد. المهم البنات كما شفتوا هذه هي باش غتبقى تفلوغي لكم اسماء بيوتي، واخيرا عفا عليكم الله من التليفون هذا، ديما مضبب ديما داير ليا التشارج، راني بوكوس راه هو اللي مخسرني. يقولوا لي البنات الجاب الجاب. كنضحك معاكم، راه الزين الزين الفعايل، قالك الزين بلا عقل بحال الباب بلا قفل. شنو هادي احمد عسان؟ اوبجيكتيف جوج تما اي واحد. زوينه نعم، دابا هادي طاحت مشات، اذا طاحت مشات هادي عاد فيها الهضره ويلي، حيت هاد التليفون هذا الايفون ديما كتفرشخو مالك، كتقول ليا زعما ديري ليا هالسيسان شو حلوين. هانتوما احمد حوالو ليه العينين، نعم كتموت على هادشي. ايوا بالصحة والراحة. بصحة لمن؟ ليا. صحة مني ليا. بيان سور ليا، نبقى نفلوغي ليكم بها. المهم البنات كما شفتو احمد دابا كيقلب كيشوف كل حاجة ديالاش هادي هادي، هاد الكاميرا هادي كنا مشينا عليها الى عقلتو لتطوان ياك، عقلت احمد كنت كنقول لكم شي شغل غنقدي شي شغل، كنا مشينا على اساس ناخد كاميرا، ما خلينا تقنت في تطوان، واحد القصاريه تما نيت خويا فيه تشابي لنا الكاميرا، ما خلينا فين قلبنا هاد سوني اللي ما لقيناش، لقينا وحدين اخرين وهاد سوني ما لقيناهاش، ولقيناها عند واحد قديمه وزباله الفلوس. شحال كان قال لينا؟ العار
ممشي زبالة الفلوس وقديمة. حنا نوضو شاف حمد في واحد شاف شي حاجة في الانترنت وخوه في فرنسا وخوه اللي توسط ليه هي ماشي من فرنسا من فرنسا. المهم البنات انا غنبقى جالسه شويه مع راجلي نشوفوا هاد الشيء كيفاش كتخدم كيفاش كتشعل مع مازال ما فاهمين فيها حتى لعبه وغنرجع لكم من بعد باش نجاوب على الاسئله اللي فريمون دايرين بوم عندي في الكومونتيرات الناس كلشي باغين يعرفوهم غادي نجاوب عليهم بكل صراحه. يلا انا شويه وجاي. المهم البنات رجعت لكم باقي احمد الصراحه كيصاوب هذاك الشيء اللي خاصو يصاوب في الكاميرا مازال ما كملهاش باش نوريها لكم وقلت جلسه نشارك مع البنات. الا كنتو سمعتو بخدماتي فانا هي واحد الشركه اللي هي معروفه. شفت تقريبا اليوتيوب كامل كيهضر عليها كيهضروا عليها في الفيسبوك في الانستغرام. قلت علاش ليت انا ما نشاركش فيها ونشوف شنو هما الحوايج اللي زوينين فيها ونبارطاجيهم مع الناس ديالي وصحاباتي اللي متبعيني وهذاك الشيء. نتواصلوا معايا وهضرنا انا وياهم لقيت بان كيحيدوا عليك تماما ديال التقضيه. الله يحسن العوان. بالنسبه للبنات اللي خدامات انت دابا راكي خدامه وكتفكري اتابعني العيد ما بقى ليه والو بقات غير سيمانه ان شاء الله الا كتاب خصني نتقضى خصني هادي باقي العطريه باقي خصني الفاخر باقي خصني الزيتون نهار العيد باقي. لقيت بان هذاك الشيء كامل ما كتحتاجيش انك تبقاي ديبلاصاي واش عندك الطوموبيل واش خصك تجي في الترونسبور مالك كتفوجك معنا المهم قلت لكم البنات الصراحه انا عجبتني هاد خدماتي عجبني هاد الطريقه كيفاش يعني الاول مره يمكن في المغرب يعني كيفاش كتجيك الباك ديالك ديال كاع داكشي اللي انت محتاجه مقدينو ليك مصاوب في الميكات مصاوب. يعني شفت بزاف ديال البنات في اليوتيوب وصلهم داكشي عجبني بزاف وتا انا نط ودرت بحالهم وكومونديت واحد الباك ديال العيد وغنشاركم معاكم. غير هو انا درت انني غنربح ثلاثه ديال البنات ان شاء الله الى كتب. راه ديجا بارطاجيت معكم في الانستغرام المسابقه اللي غادي ندير غتكون سهله ان شاء الله. غادي تدخلي الباج ديالي انستغرام تابوني ودخلي الباج خدماتي وتابوني تابوني في الباج ديال بيلا فاتوريا فاتوريا. المهم الا غلطت في السميه ما غتلقاو كلشي في صندوق الوصف. خصكم هاد ثلاثه ديال لي باج انستغرام تابوناو فيهم الباج ديالي باج ديال خدماتي والباج ديال بيلا. علاش؟ حيت غادي نربح ثلاثه ديال المشتركات في القناه ديالي. جوج غادي يربحوا الباك ديال العيد وحده غتربح من بيلا الباك ديال الديسير والخضره ديال العيد حتى هو هذا الباك هذا. نتمنى انني نكون كان نعطيكم على الاقل غير شي حاجه. راه كما كنقول لكم ديما اي حاجه نديرها راه قليله في حقكم ولكن انا الصراحه اي حاجه كنفكر فيها نيشان كنفكر حتى في المتتبعين ديالي. المهم انا ما كانش بالامكان ديالي انني نربح فوق ثلاثه ما كرهتش الصراحه نربح 400000 ولكن ما بالاستطاعه ديالي. المهم الشركه عطاوني حق انني نربح ثلاثه ديال الناس وانا ان شاء الله غنربحهم وانا ان شاء الله غادي نهز هذوك اللي ربحوا اللي هما ثلاثه وكل وحده غنعيط لها وغنقول لها الباك اللي هي ربحات وان شاء الله يوصلكم قبل العيد. هذا ما كاين حتى انا ما كنسيل الباك ديالي مازال ما يوصلنيش وقيله حتى النهار الرابع عاد غادي يوصلني الباك وغنشاركم معكم ان شاء الله. المهم شنو بغيت نقول اخر بالنسبه مثلا حتى البنات اللي مثلا باغات تقضى الوالده ديالها ولا باغات تقضى الحمات ديالها ولا شي حد كتبقى تفكر خصني عاد نمشي نتقضى وندير داكشي في ميكات وهذا.
بحال هاد الخدمات هادي سهلات، يعني تقدري تكوموندي الباك العيد وتخلصيه ليهم وتعطيهم مثلا العنوان ديال السيده اولا ماماك اولا حماتك اللي باغاه يوصل ليها الباك. يعني مزيانه، انا عجبني بعدا هاد خدماتي. غنبقى ديما نخدم عندهم. المهم انا حبس هنا على خدماتي وغندوز نيشان نهضر لكم على السؤال اللي لقيت بزاف ديال الناس كيسولوني عليه، اللي هو علاش ما بقيتيش كتمشي عند حماتك؟ دوزتي معاها رمضان تقريبا كامل ودابا ما بقيتيش كتمشي عندها. حماتي راه خدامه، راها في الصالون، وكما كتعرفوا دابا راه الصيف والعيد والعواشر وهذا، وتبارك الله ما شاء الله عندها العريسات ديالها دونك ما كتساليش. يعني هذا علاش ما بقيتش كنمشي عندها، يعني كنمشي عندها في الايام البرد والشتا اكثر من ايام الصيف حيت هي دابا خدامه. وسؤال واحد اخر اللي هو البنات بزاف تاهما بغاو يعرفوا علاش اول عيد من نهار تزوجتي ما غتعيديش مع حماتك وغتعيدي في دارك، حيت حماتي عمرها في حياتها ما عيدت مع ماماها وباباها، يعني مي وبا كما كنقولهم انا، عمرها عيدت معهم من نهار تزوجات، والوالد ديالها عيطوا ليها وداكشي وغتمشي غتعيد معاهم هاد العيد. عياو فينا نمشيو، الفيرما كاينه في الخرجه ديال كازا، والصراحه ما غنمشيش حيت عاوتاني انا خصني في العشيه العيد نمشي نشوف الوالده ديالي، دونك ان شاء الله ثاني عيد عاد غنتشوف انا وحماتي. يعني هذا ما كاين زعما ما كاين حتى شي حاجه علاش ما نعيدش معاها ولا نعيد في داري، بالعكس انا كنقول لك غيدوز هاد العيد حيت مولفاها مولفه كنعيدو الضحك النشاط السطاح وهذه. يعني دابا كنفكر فينا نذبح بعدا، الصراحه واقيلا نذبح في السطح، المهم نتوما معايا نهار العيد، يعني فين ما ذبحت راكم معايا وصافي. هذا الشيء اللي كاين. سؤال ان سؤال اخر بعدا بلاتي. حين درت لكم الكوميديا بزاف عاوتاني سولوني شنو هو المستوى ديالك الدراسي، انا قلت لكم سانكيام قريت سانكيام وحبست، يعني قريت سانكيام وحبست، ولكن كنت سقطت في الكاتريام وصافي تما حسوا بيا انني مبقيتش باغا نقرا، صافي راسي عمر ليا بالتجميل بالاستيتيك وهذا. صافي هي هذيك باش قريت السانكيام، و بحال قلت الدوره الثانيه صافي بديت كان صافي ما كنمشيش. وبالنسبه علاش كنقول لكم انا ما كنتش كسوله كنت باسله، كنبغي نقصد لكم انني ما كنتش كنبغي نمشي للمدرسه اصلا، يعني ماشي كنحضر في المدرسه وما كنجيبش مزيان، يعني كنقرا وكنسقط حيت كسوله، لا كنت ما كنمشيش ما كندخلش اصلا للقسم، كنجلس غير في الدار، ما يعني ديما انا يا الصباح ما نقدرش نفيق مع 8 نمشي نقرا، المهم بزاف ديال الحوايج سبحان الله سبحان مبدي الاحوال. دابا فاش ولدت 8 الصباح يعني كيتحلوا راسهم، خصني نوض نعطي لبنتي البيبرون نوض نوجد الفطور سبحان الله، ولكن الحمد لله راه كما كنقول لكم ديما راه ما عمر تقارن الوعي ولا بنادم انه يعني الا قاري راه واعي، لا راه ما عمر حيت عاوتاني القرايه ديال الحياه كثر من القرايه ديال الستيلو والورقه، يعني ما غتفهموني، يعني القرايه ديال الحياه كتوريك بزاف ديال الحوايج اللي ما يقدوش يوريهم ليك الكتوبه، هما الكتوبه مهمين علاش حيت كتعرف تتواصل مع الناس، الا هضروا معاك الناس في شي موضوع يكون عندك واحد الطريقه في الحوار، يكون عندك واحد المستوى ثقافي كيفاش تعرف تجاوب، يعني مهمه القرايه. وبلا بلا 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 ضبيتوني فراسي ولا انا ضبيت راسي فراسي. المهم غادي ان شاء الله غادي ندخل هاد العام الى كتاب، باغا نقرا شويه ديال الفرنسي والانجلي باش نهيئ راسي حتى الا بغيت ندوز الباك ليبر نكون بعدا شاده شي شويه ياك البنات. المهم باش تنصحوني ان شاء الله ان شاء الله. المهم يلا نخليكم البنات بصحتنا الكاميرا، موعد فيديو ان شاء الله اللي يبان لكم الكاميرا تكون يعني كتفيلمي واعر
احسن من التليفون يعني بصراحه، راه الكاميرا شي حاجه وصوتي راه مازال مدعدع حيت بقى حلقي مجروح. عرفتي امتى مرضت البنات؟ عرفتي انا مشيت نشوف الحولي الفيلم ما كانت سخونه، وخرجنا سخان من الفيلم ودخلنا للطوموبيل ودرنا الكليم، غير درنا لا كليم كنا الله يستر مشكيت عليكم، لا انا لا بناتي لا احمد، كنا دابا الحلق مجروح والكحبه. ما ننصحكمش ديروا لا كليم تكونوا سخان. يلا تهلاو فريوسكم، ما تنساوش اللايكات الا عجبكم لا فيديو، وان شاء الله كاين الجديد دابا راكي غنبدا لكم في التجهيزات ديال العيد وبزاف د الحوايج. المهم شاركوا معايا شنو كتوجدوا نتوما، كاين شي عطريه كاين شي يا اما بيجامه يا اما جلابه. المهم ان شاء الله الفيديوهات الجايين غنقول لكم شنو وجدت انا، واش جلابه ولا. المهم البنات ما غنشري لهم والو حيت ديجا عندهم الحوايج، نقدر ناخذ لهم غير سبرديلات وصافي. يلا باي باي، ما نسخاش بكم، يصدق الفيديو واصل ليا لثلث ساعه وي احمد يندبها وها انت هو اللي كيمونطي. يلا باي 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 باي.